شايف افكار فايلر ازاي وشايفه رايح على فين بين المدربين الاجانب في تاريخ الكره المصريه حتى مش الاهلاويه بس؟ لا سيبنا من يعني تاريخ المدربين الاجانب في كل ما هو انا لحد دلوقتي ما فيش حد هيجي يقنعني زي ماينو جلوزيه كمدربين اجانب حدش هيقنعني زي بس بعد سنوات من العمل والله بعد سنوات من العمل يعني خد فتره طويله ماشي الفتره الاولانيه والفتره الثانيه ما انا بقول لك لحد يعني ايه الى ان يثبت انه في حد انك انت في حد يستطيع ان يعادل او يترك بصمه كما تلقاها مانويل جوزيه لان مانويل جوزيه كان بيجمع بين الحاجتين الاساسيه اللي بعتبر حاجات اساسيه جدا عند المدرب نمره واحد انك انت عندك فنيات نمره اثنين انك انت عندك شخصيه فنيات من غير شخصيه ولا حاجه سلم لي على ولا حاجة. سلم على المترو وانت بتركبه شخصيه بلا فنيات ولا حاجه برضه انت شخصيتك كامده لكن ما فيش حاجه بنفذها في الملعب فمانويل جمع بين الاثنين فالنهارده بتبقى عايز المدرب اللي هو شخصيه قويه وعنده فنيات والحاجه الثالثه المهمه عشان بس المثلث مكتمل الاضلاع انك انت ازاي تبقى قريب من اللعيبه انك انت تبقى قريب تعرف تضحك معاهم تعرف تهزر معاهم لكن في نفس الوقت يخافوا منك تقدر تديرهم يتخافوا منك ولا لك حساب مانويل جوزيه كان بيهزر مع اللعيبين ويضحك ويتريق لكن في ساعه الجد شكمه جامده انت ممكن تبقى خارج من الماتش كسبان وبتحط اللبس جوه بتسمع ما لا تسمعه من قبل يعني وبعدين الحاجه كمان انه ما عندوش النجم هو يحترم وجود نجم لكن انت مش هتبقى انت رقم واحد ومش هديلك اكتر مما انت حاطط في دماغك يعني في فتره من الفترات لما هنقول ان ابو تريكه ها شويه كده قعدوا جنبي الشمع المنور لا اقعد جنبي يا حبيبي وما ادراك ابو تريكه لكن اقعد جنبي هي دي شخصيه المدرب بيجمع بين الثلاثه ازاي تبقى قريب من اللعيبه وتبقى طيب يحبوك وازاي تبقى عندك فنيات وازاي في نفس الوقت تبقى عندك شخصيه قويه منه فايلر ممكن يكون لحد دلوقتي انا ما يعني انا خلاص الفترات اللي احنا كان بيعيشها كان زمان كان محرر بقى وبينزل ما اعرفش دلوقتي ممكن يكون ايه لكن الجواب من بعيد كده ممكن يكون ها على طريقه مانويل جوزيه.